الناس الكل تحكي على فيروس كورونا جديدة. اللي هو شنو؟ هو سلالة جديدة من فيروسات كورونا ظهر أول مرة في الصين. وشنو أعراض الفيروس هذا؟ في غالب الأحيان السخانة، الكحة وصعوبة التنفس. وفيروس كورونا ينتقل من عبد العبد؟ أي الفيروس يتعدى وقت اللي نكحه وإلا نعطسه وإلا نمسه الحاجات اللي مسها شخص مريض. وبما أنه فيروس جديد مازال ما فماش لقاح. وفما علاج ضده؟ حتى التوا ما فماش علاج محدد، أما نجم نعالجوا الأعراض متاعه. كيفاش نجمو نحميو رواحنا من العدوى؟ نغسلوا يدينا بالماء والصابون، وإلا نستعملوا الجل المطهر. نبعدوا على الأقل مترو على كل شخص يكح وإلا عنده ضيق نفس. نستعملوا منديل ورقي كي نكحوا وإلا نعطسوا ونرميوها طول في الحاوية. شنو هي الاحتياطات اللازمة للمسافر اللي ماشي للبلاد اللي يضر فيها المرض؟ لازمك تلتزم بالإجراءات متاع البلاد اللي أنت موجود فيها. تتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، تستعمل كمامة كي تبدأ في مكان عمومي، تتجنب الاتصال المباشر بالحيوانات والأسواق اللي تتباع فيها، تتأكد من طهي المنتجات الحيوانية بالقدا قبل ما تأكلها، وإذا حسيت بأعراض الفيروس تلازم الدار وما تخرج، وتكلم المصالح الصحية متاع البلاد المتواجد فيها. وللحصول على أكثر معلومات ادخلوا على موقع وزارة الصحة www.sante.tn. المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة www.onmne.tn. حافظ على صحتك. وزارة الصحة.